أهلا بالكرام إخواننا المهندسين والمهتمين بالشؤون الزراعية، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى هنكلم حضراتكم عن تساقط الأزهار في الخيار. في الحقيقة التساقط بتاع الأزهار في الخيار ده هو ظاهرة بتؤرق كتير من المزارعين، وبصراحة يعني هي لها يعني مالتي فاكتورز أو عوامل عديدة بتؤدي إلى تساقط الأزهار بتاعة الخيار، تمام؟ فباختصار شديد بس، وعشان ما ندخلش في عملية مكلكعة بما إن إحنا يعني محتاجين المعلومة اللي هي تيك أواي دي مش متخصصة أوي يعني، فبإذن الله تعالى هنقول إن باختصار شديد إن جميع ما يؤدي إلى عمل خلل في النظام الغذائي داخل النبات، أو في مستوى العناصر الغذائية بعضها البعض داخل النبات، أو مستوى العناصر كلا على حدة داخل النبات، بيؤدي إلى مشكلة تساقط الأزهار. بمعنى برضو إن حاجة زي مثلا ارتفاع رقم البي اتش، يا جماعة ارتفاع رقم البي اتش ده هو مشكل في جميع اراضي الوطن العربي او اراضي المناطق الجافه اللي هي بتسقطش فيها امطار. البي اتش لما بيرتفع في عنصر مثلا زي العناصر الكبرى، العناصر الصغرى كلها بتبقى في صوره غير ميسره، او بيبقى في خلل في مستواها ان كان في التربه او داخل النبات نفسه، تمام؟ الا طبعا بيشذ عنصر عنها عنصر المولبدنم، اللي هو كلما زاد البي اتش كلما زاد تيسر عنصر المولبدنم بالذات، اما كل العناصر بتكون بتحصل لها مشاكل او بتكون غير ميسره في البي اتش العالي اللي هو فوق السبعه، تمام؟ فده ممكن يأثر لي على ارتفاع رقم البي اتش، هيأثر لي على العناصر الصغرى للنبات، وهيأثر لي برضو على عنصر زي عنصر الفوسفور مثلا، تمام؟ وخصوصا في الأراضي الجيرية، تمام؟ أرض مثلا زي الأراضي الكلسية اللي هي فيها نسبة عالية من كربونات الكالسيوم، برضو هيحصل لي خلل في العناصر الصغرى وفي عنصر الفوسفور، وبالتالي برضو هتعمل لي مشاكل في تساقط الأزهار، تمام؟ لو زودت عنصر يا جماعة أكتر من عنصر، أو زودت مثلا النمو الخضري واللي هو بيؤدي فيه زيادة الأسمدة الأزوتية عن الأسمدة الفوسفورية أو البوتاسية اللي هي البوتاسيوم يعني، برضه هيعمل لي نفس الخلل في تساقط الأزهار، تمام؟ برضو من الحاجات اللي هي بتؤدي إلى تساقط الأزهار عندي مشكلة الملوحة. لو عندك ملوحة زايدة إن كانت في ماء الري أو في التربة نفسها، مع زيادة الأملاح اللي أنت بتحطها، لأن الكيماويات اللي إحنا بنحطها والأسمدة دي عبارة عن أملاح، فبتزود لي ما يسمى بالأسموزيك بريجر أو الضغط الأسموزي. يمكن بقول الضغط الأسموزي دي بقولها كتير كتير كتير، فالناس عايزة تعرف يعني إيه الضغط الأسموزي. بص يعني أنا مش في مجالها، بس بالمرة كده ضغط أسموزي يا جماعة يعني إيه؟ يعني تركيز الأملاح بره الجدر، بره الجدر اعلى عالي في التربه عالي، ماشي؟ فالجدر مش قادر يستخلص الايه الميه من التربه دي. ليه؟ لان الملح بيشد والجدر بيشد، قوه الشد الرطوبي للملح اقوى من قوه الشد الرطوبي للجدر نفسه، فمش قادر ياخد الميه المالحه دي، بياخدها بصعوبه جدا. زي ايه؟ زي حضرتك كده ما تقول للمدام اعملي لي كوبايه عصير، ده التشبيه الامثل يعني. فمن حبها ليك المدام، طبعا هي ممكن تكون عايزه تخلص منك على فكره، فمن حبها ليك بتحط لك نص الشوب بتاع العصير سكر ونص ميه، تيجي انت تشرب بالعافيه، ما انتش قادر تشرب من كتر السكر اللي ايه اللي موجود في كوبايه العصير دهيت او كوبايه الشاي، فبالتالي ما بتقدرش مسكين تكمل كوبايه. هو النبات نفس القصه دي على فكره، ممكن تكون عايز تخلص منك يعني، مش محبه برضه، تمام؟ وممكن تكون عشان الحب قوي يعني بتعبر لك بالايه بزياده السكر يعني في العصير او في الشاي. ولكن النبات يا ولده نفس قصه برضو ايه قصه المدام. طبعا انا بما ان عارف ان كل بيسمعني رجاله، فواخد راحتي على الاخر يعني، تمام؟
فالنبات نفس القصة برضو مش قادر يشد المية، فبالتالي بيحصل عملية قوة الشد الرطوبي للملح بتبقى أقوى من الجبن، وبالتالي بيحصل في مشاكل في إن النبات يمتص كل العناصر الغذائية بتاعته من التربة. فباختصار شديد كل ما هو يؤدي إلى خلل في النظام الغذائي بالنسبة للنبات، إن كان داخل النبات أو في التربة نفسها، بيؤدي لعملية تساقط الأزهار. كمان يا جماعة لو عملية التعطيش الجامد هتؤدي برضو لتساقط الأزهار. لو برضو يا جماعة التغريق الجامد أو الأرض تبقى غادقة أو فيها مية كتيرة، ليه؟ لأن احنا متفقين من الأول خالص عن المسام بتاعة التربة عشان تكون في الساعة الحقلية أو في الظروف المثلى، يعني بعيدني عن الكلام العلمي الغريب ده، فلازم الأرض يبقى نصها مية ونصها هواء، تمام؟ عشان الجدر يقدر يتنفس، لأن الجدر بيتنفس زيه وزيك بالظبط، تمام؟ فده الجدر لو اتنفس كويس بالتالي هيعمل عملية نقل للعناصر الغذائية اللي في التربة لباقي أجزاء النبات كويس، وبالتالي مش هيحصل عملية تساقط الأوراق الأزهار، تمام؟ برضو يا جماعة قلنا عملية العطش، قلنا عملية الرطوبة الأرضية، الرطوبة اللي في الجو بتاع البيت، قصدي الرطوبة بتاعة الجو اللي في البيت نفسه، الرطوبة بتاعة جو البيت نفسه لو عالية هيحصل لي نفس مشكلة تساقط الأوراق. ليه؟ لأن هو لما بتعلى الرطوبة الورقة نفسها مش عارفة تعمل عملية النتح، لأن الرطوبة بره عالية، وبالتالي ما بتقدرش برضو تنقلي النبات، ينقلي عملية المية اللي هي في الجدر أو في العناصر الغذائية من التربة لبقية أجزاء النبات، ما بينقلهاش بطريقة كويسة، تمام؟ برضو يا جماعة هنتكلم عن برضو اللي ممكن يعمل لي عملية تساقط الأزهار بالنسبة للأصناف اللي الإنتاجيات بتاعتها عالية، وطالما الإنتاجيات عالية يبقى لازم هنا حاجتين يزيدوا، المية بتاعتك مقترنة بالسماد بتاعك لابد تزيد. ليه؟ لأن طالما في ثمار على النبات يبقى محتاجة لعملية تغذية. ما هو عندي شجرة مثلى مثلا في متر كده حاملة مثلا لعشر ثمار، مش هتكون زي شجرة حاملة الخمسة أو حاملة الخمستاشر، لا الأمور هنا بتختلف. فكلما كانت الأصناف غزيرة في الإنتاج، وخصوصا الأصناف المالتي فروت اللي هي الثمار بتاعتها كتيرة، ديت بتحتاج مننا تغذية كويس. طب لو ما انت ما غذيتش، لو ما غذيتش هيحصل كده ليه؟ هو شبه النبات بواحدة ست حامل بالظبط، ان ما كانتش بتتغذى كويس، ان الجنين اصلا بياخد من بطن الست ديت، بياخد من الغذاء بتاعها، تمام؟ الجنين اللي في بطنها دوت بياخد من الغذاء بتاعها. طب هي ما بتاكلش كويس، ما بتتغذاش كويس، هيبتدي يستنزف العناصر اللي هي داخلة في تركيب الجسم بتاعها، فكأنه بياخد غذاءه منها هي، طالما ما بتتغذاش كويس. ودي اعراض بتلاقوها دايما في الستات الحامل. النبات زي الست دي برضه، هو عليه نبات، عليه ثمار كتيرة، فبالتالي عايز تغذية كويسة. النبات فيه مشكل في الجدر زي نيماتودة، زي بي اتش، زي ملوحة، زي أي مشكل، فبالتالي مش هيكمل بالطريقة اللي احنا عايزينه بيها. هتبص تلاقي سقط الازهار منك، هتبص تلاقي يجيب لك ازهار مشوهه، هتبص تلاقيه الازهار بتاعته تقعد قصيره فتره كبيره كل 3 4 يوم على ما تجمع جمعه، كل دي مشاكل عدم التغذيه او اهتزاز في التغذيه. فخد بال حضرتك كويس قبل ما تفتش عن اي حاجه، فتش عن الجدر بتاعتك وعن مشاكل الجذور بتاعتك وعن مستوى التغذيه بتاعتك وعن اي شيء يضر بالتغذيه هيضر لك بيه النبات بتاعك على طول، تمام؟ في برضو حاجات بنتطرق الى حاجه مثلا زي الامراض، العنكبوت الاحمر يا جماعه، العناكب والمن والبياض، الثلاثه هم الثلاثه محور المشاكل اللي احنا عايشين فيها، ومحور شوف بكررها لك للمره الثالثه والرابعه والعشرين والمية. اي شيء هيؤدي الى خلل في النظام الغذائي في النبات هيعمل لي عمليه تساقط الازهار، عشان باختصار شديد خالص خالص خالص، تمام؟ الرطوبه هتعمل لي خلل، البي اتش
اعمل لي خلل، الملوحه هتعمل لي خلل، تعالى للامراض، هي الامراض هتعمل لي خلل في التغذيه، ده هي اساسا اس الفساد في عمليه التغذيه، سواء النيماتود اساسا عمليه تعقد في الجذور، والجنس بتاع الملودوجين ده عمل لي تعقد في الجذور، هيعمل لي خلل مش هيعمل لي، هيعمل لي خلل، ان الجذر اساسا عباره عن اصبح كانت الخلايا بتاع الجدر، والجدر ابتدى يتحلل ويعمل كرات كده هوت او تعقدات، خلاص الجدر ما بيمتصش، هيغذي الثمار اللي على النبات ازاي؟ هتبتدي الثمار بتاعتي تنفل مني او يحصل لها تساقط للازهار، تمام؟ العنكبوت الاحمر مصيبه المصايب، ما هو العنكبوت الاحمر ده بيتغذى على الورقه، وبالتالي بيمتص العصاره النباتيه اللي موجوده في الورقه، طالما امتص العصاره، طب ما العصاره دي عباره عن ايه؟ طب ما هي عبارة عن عناصر غذائية، عمل خلل في العناصر الغذائية ولا ما عملش خلل؟ عمل خلل ليا في العناصر الغذائية، إذا فأصبحت عندي مشكلة هتنفل لي الأزهار. طيب الثاقبة المصة خش على الجسد والذبابة البيضاء وخش لي بقى على المن، مشكلة المشاكل، المن هيعمل لي ندوة عسلية، هيعيق من عملية البناء الضوئي، عملية البناء الضوئي ولا مش هيعيق؟ هيعيق عملية البناء الضوئي. العناكب المن نفسه بيمتص العصارة ولا بيمتص؟ بيمتص. بيفرز ندوة عسلية على الورقة ولا بيمتص؟ بيفرز على الورقة وعلى الساق وعلى الأرض، كل ده هو هيعمل لي خلل في مستوى العناصر الغذائية داخل النبات، وبالتالي النبات هيحصل عنده تساقط للأزهار بتاعتي، تمام؟ طيب البياض الذغب يا جماعه لو جيت، طب ما هو اوس المصايب، والبياض الذغب هيعمل ايه؟ ما هو اساسا بيحرق الورقه، واحنا عارفين الورقه ديت هي ايه؟ مصنع الغذاء بتاع النبات، طب اتحرقت الورقه هيبقى عندي اساسا نبات، مش هيبقى عندي نبات، هيحصل برضو تساقط للازهار. فتساقط الازهار يا جماعه حدث ولا حرج، خد بال سيادتك من الامراض، عينك في وسط راسك، اي مرض مجرد ما بيظهر اساسا ترشه فورا، ما تخليهوش مجرد بس البدايات بتاعته، ما تخليهوش يستعصى عليك يعني، او يكون بكميات يصعب مكافحتها، التسميد بتاعك خليه متوازن، اظبط ميه الري بتاعتك مع التسميد، عشان كل اللي انا بتكلم فيه ده وبحكي فيه هو والله العظيم لو خدت في دماغك الزراعه بجد هتلاقي كل الطرق تؤدي لروما، تمام؟ وانت اهل مكه وانت ادرى بشعابها بقى، تمام؟ فكل ما هو يؤدي إلى خلل في النظام الغذائي داخل النبات، ابحث كده هتلاقي كل ما هو يؤدي إلى الخلل الغذائي داخل النبات هو هيعمل لك تساقط عملية الأزهار. بتمنى إن نكون استفدنا، وبرضه واحنا مش شغالين بالفيديو كده أحاول أديك صورة كويسة جدا برضه عن التساقط بتاع الأزهار. وعلى فكرة المفروض في البيوت المحمية المفروض الأزهار عندنا يا جماعة عقد بكري، يعني عقد بكري يعني مش محتاجة زهر مذكرة وزهرة مؤنثة، هي زهرة مؤنثة أساسا هي شغالة مع نفسها وخلاص، هي بتشتغل بتعقد مع نفسها، أما لو أنا زارع صناف في الأوبن فيلد أو في الحقول المكشوفة، النبات نفسه عليه أزهار مذكرة وأزهار مؤنثة، النحلة بتيجي بتاخد الأزهار المذكرة من الزهرة المذكرة، بتاخد حبوب اللقاح في رجليها وفي بقها، وبتروح على الزهرة المؤنثة اللي هي دهيت، وبتبدأ تحط العناصر حبوب اللقاح هنا، وبالتالي بيحصل التلقيح والإخصاب زي ما بيحصل في أي شيء ربنا سبحانه وتعالى خلقه على وجه الطبيعة. ده كان باختصار شديد عملية تساقط الأزهار في نبات الخيار، وقس على ذلك الطماطم والفلفل وباقي الخضر. شكرا لحضراتكم، كان معكم أخوكم رجب الشبراوي، شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله.